في رمضان تصنعها بائعات القهوة والشاي في شوارع الخرطوم وسط أجواء تقليدية وبسيطة، حيث يستخدمن معدات بسيطة لإعداد المشروبات، ما يجعل المواطنين يشعرون بأجواء خاصة، والأهم الولاء الذي يولد بين العملاء وبائعة على المدى البعيد. وفي الواقع امتهنت العديد من النساء بيع الشاي نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والحاجة لإعالة أسرهن. الناس بتيجي تفرق وتغير جو في شارع النيل بعد الضغطة بتاعت العمل والضغطة بتاعت الشغل، الناس بتيجي تتنفس. يعني نحن كجروب يعني ما بنلقى فرصة إلا في أيام الإجازة، الناس بتيجي تغير جو، يعني تتسامر وتاخد أخبار بعض وكده. في السودان حاجة حلوة بجد، يعني وأحلى حاجة فيها اللمة والأصحاب والشلة، وبالذات في رمضان كده يعني الناس بتكون ملمومة بعد الإفطار في القهوة، بيطلعوا برا. على كل المزيد انضم إلينا من الخرطوم ورسيلة صباح العربية الريان الظاهر. يسعد صباحك الريان، أهلا بك. صباح الخير، مرحبا بك سهام، صباح النور عليكم سهام ونادين. تحياتي بداية أود أن أعكس إشادات وإعجاب بعض المتابعين السودانيين لبرنامج صباح العربية باطلاعكم على الثقافة السودانية ومعرفتكم نادين ببعض المصطلحات الموغلة في العامية السودانية. تحياتهم أكيد لكم. السودان غني بثقافته وجماله ويستاهل. طيب الريان، بائعات الشاي والقهوة يعني ظاهرة تعكس كفاح نسوي في السودان بأبسط الوسائل لإعالة العائلة، حدثينا أكثر عن هذه الظاهرة. طبعا سهام، بائعات الشاي والقهوة يعني إذا رجعنا لبدايات هذه المهنة نجد أن يعني بداياتهن أو بدايات هذه المهنة من نزوح بعض النساء من مناطق الحرب في السودان. يعني تحدثت إلى بعض من بائعات الشاي والقهوة أيضا مع الحاجة أم جمعة، هي بتقول إنها من 1989 هي موجودة في الخرطوم وتمارس هذه المهنة. ظروف الحرب، الحروبات بجنوب كردفان وجنوب دارفور وأيضا حرب الجنوب أجبرتهم إنهم يكونوا في السودان، وجدوا عراك من نوع آخر، يعني عراك مع الحياة اليومية بتفاصيل ومتطلبات وظروف بيعولوا الأسر، أسرهم بيربوا أبنائهم، بيعلموا أبنائهم، بيسهموا في التعليم. أيضا لظروف سهام، لظروف ممكن تكون صحية، رب البيت ممكن يكون متقاعد في البيت بلا عمل، فبتضطر المرأة السودانية للخروج لهكذا يعني مهنة. نحن المجتمع السوداني مجتمع محافظ للغاية، فخروج المرأة من منزلها والعمل لساعات طويلة يعني حتى ساعات متأخرة من الليل هو ما أمر سهل، هو قصة كفاح نسوي أكيد. ريان، أنا بس حابة هيك أعلق على اللي بلشت فيه، وتحياتنا لكل الشعب السوداني، وياريت توصلي لهم سلاماتنا هاي مباشرة على الهواء، ومنقول لهم إحبابكم عشرة، هاي لازم تقولي لهم إياها. بس إحنا كمان اليوم عم تشرحي لنا قصة كتير حلوة ربطتي فيها التاريخ مع السياسة واللي وصلت لهذه الثقافة الشعبية اللي صارت سائدة اليوم في الخرطوم وفي أيضا مدن سودانية أخرى. اليوم كمان إذا بدك تحكي لنا، كان بيقولوا في العادة، جرت العادة إنه يكونوا ستات كبار في هاي المهنة اللي بيقدموا الشاي، خصوصا زوجة متقاعد زي ما قلتي هيك. هل اليوم صار في مشاركة شبابية من الشابات السودانيات في هذه المهنة التي أصبحت رائجة اليوم وظاهرة يا ريان؟
أكيد تشير بعض المعلومات وكما ذكرتم بالمقدمة بأن أعداد يعني بائعات الشاي والقهوة قد يتجاوز 14 ألف بائعة شاي وقهوة. ليس فقط هي الدراسة تشير لأنهن في الخرطوم، لكن أيضا بالولايات يمارسن المهنة. وسابقا كان لمتقدمات في السن، لكن حاليا أيضا يوجد أو توجد بعض الشابات يعني يمارسن هذه المهنة. لم يجدنا فرص عمل يعني في سوق العمل، حاملات للشهادات الجامعية، فدفعت بهن الظروف أيضا لتوفير لقمة العيش والكسب الحلال بهذه المهنة البسيطة. أيضا متطلبات هذه المهنة بسيطة، يعني بعض الأدوات، ولا توجد أكشاك، يعني في الغالب هي في المساحات والساحات العامة والشوارع والميادين. بعض الأجنبيات أيضا يمارسن هذه المهنة. الجدير بالذكر نادين في المناطق البعيدة، يعني مناطق تنقيب الذهب، هذه المناطق صعبة للغاية، يعني أيضا يذهبنا ويسافرنا هذه المسافات الطويلة لبيع الشاي والقهوة هناك بمناطق صعبة وحارة جدا. فهي أكرر أنها قصة كفاح تشير إلى أن المرأة السودانية مرأة قادرة وجبلت على العطاء وجبلت على العمل وجبلت على التضحيات. انت ريان بس سريعا، بتحبي الشاي؟ ما بشرب ولا شاي ولا قهوه. الله يسلمك. واليوم عشان اعرف يعني سعر، عشان اعرف سعر سعر كوبايه الشاي وكوبايه القهوه، سالت المصور معانا عشان اعرف. انا ما بشرب شاي او قهوه، لكن الشعب السوداني بطبعه شعب كييف، يعني كيفين يحبوا الشاي، يحبوا القهوة باستمرار حتى في الأيام العادية من الصباح للمساء والمناسبات. سعرها كوب القهوة 300 جنيه تقريبا، الشاي يعني نص القيمة 150 جنيه. نورتينا، شكرا جزيلا. دائما من الخرطوم مراسلة صباح العربية ريان.